السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، اليوم نتكلم لكم واحد التركيبة. هاد التركيبة أنا حاطة قدامي، هاد التركيبة فيها عدة بخورات وفيها عدة أعشاب، لما هو يستعمل طبي وما هو يستعمل روحي، يعني التداوي بالسحر، بالمس، بالأداة، بالرش، بالثقافات، بالتصاليط. واليوم رغم عن امامي هذه القائمه كامله ديال البخورات، اليوم غنتكلم على عود النبل بالمسخسخ. هذا العود بالمسخسخ الناس يشوفوه على العطاره، تيشوفوه في الاسواق، تيشوفوه في القيصريات، تيشوفوه يعني في الاسواق اللي فيهم الاسمي عطاره، ولكن ما عارفينش الفائده ديالو، الدور ديالو. هذا العود النبل بالمسخسخ فيه واحد الفائده عظيمه، اما تقدر تستعمله هو، اما تقدر تستعمله ولده، مدة البخور ديالو إما 7 أيام إما 21 يوما يوميا، ولكن نقوم بالدق ديالو بالحجر ليس بالحديد، لأن الحديد تبطل التباخيرة كما قالوا الشيوخ في العلم الروحي، علم العلاج، بارك الله فيهم ورحمهم الله. ولا تنسوا الاشتراك قدام، بارك الله فيكم.